فريق النادي الأهلي بيستأنف تدريباته اليوم. استأنف النادي الأهلي أو فريق النادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بعد الراحة السلبية اللي منحها الجهاز الفني للاعبين ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادا للمرحلة المقبلة والتي تتضمن السوبر المصري وما تبقى من مباريات كأس مصر. كل اللاعبين الدوليين انتظموا في التدريبات الجماعية زي ما حضراتكم شايفين. ده لويس ميكيسوني المحترف الجديد للنادي الأهلي مع كل اللاعبين، واللاعبين كلهم الحقيقة احتفلوا بيه ورحبوا بيه بشكل كبير جدا جدا. مجدي أفشة والشناوي وعمر السلية وياسر إبراهيم زي ما حضراتكم شايفين كل نجوم الفريق أليو ديانج هم هنا هيرحبوا بقى بميكيسوني زي ما حضراتكم شايفين طريقة الترحيب المعتادة من معظم فرق العالم الحقيقة. والنادي الأهلي كالعادة وشكله قصير كده، وده أعتقد ده حسام، ده مين؟ أهو ميكيسوني زي ما حضراتكم شايفين، وترحاب كبير بكل الصفقات الجديدة داخل النادي الأهلي. كل الدوليين شاركوا النهاردة، محمد الشناوي وأيمن أشرف ومجدي أفشة والسلية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن شاركوا النهاردة في مران الفريق النادي الأهلي. اشتمل المران النهاردة على جزء بدني وتدريبات كرة تحت إشراف كابيلو مخطط الأحمال وكابتن سامي قمصان مدرب الفريق. أيضا معلول وديانج ينتظمان في التدريبات، والطيران يؤجل عودة بدر بنون. بدر بنون مشكلة في الطيارة، فإن شاء الله هيكون متواجد في وصوله في الساعات المقبلة، إن شاء الله هيكون متواجد في الساعات المقبلة. ولكن معلول ديانج أمام حضراتكم زي ما شفتوا حضراتكم من شوية، معلول أيضا كان متواجد في التمرين. أيضا أكرم توفيق بينتظم في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني وتخلصه من واقي الوجه. وإن شاء الله بكرة النادي الأهلي يواجه بتروجيت وديا ومعسكر مغلق قبل السوبر المحلي. وكالعادة زي ما حضراتكم شايفين كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي بيحفز الفريق على الفترة المقبلة. موسيماني نفس الكلام زي ما حضراتكم شايفين، وإن شاء الله إن شاء الله السوبر المحلي تبقى أولى مفاجآت أو أولى هدايا لعبوا النادي الأهلي إلى جماهيرهم الكبيرة والعظيمة. إن شاء الله معسكر مغلق قبل السوبر المحلي. معسكر مغلق النادي الأهلي هيخشه في اسكندرية إن شاء الله بداية من يوم 16 سبتمبر الجاري عقب مباراة المقاولون العرب إن شاء الله اللي هتبقى يوم الخميس، وفقا طبعا لما أعلنه كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وقال إن الفريق سيستمر في الإسكندرية حتى موعد مباراة نادي إمبي يوم في دور ال 16 بكأس مصر، والمقرر إقامتها يوم 25/9 على استاد الإسكندرية.